بدايه العام الدراسي يمكن ما تتواكبش مع اليوم الاول من البدايه، انما حريصين على انها مع بدايه العام الدراسي نكون ان شاء الله شبه انتهينا منها. تمام. المبنى عندنا المبنى فخم، المبنى بتاع اداره الجامعه، هو طبعا بنعاني من ان زي ما انت شايف مباني قديمه، الا انها في نفس الوقت تراثيه وفخمه، فبالتالي يعني فيها بنحاول نحافظ وناكد على الميزه اللي موجوده. كان المبنى متهالك من الخارج وكان بقاله فتره طويله جدا ما حصلوش اي صيانه، المجاري رشحه فيه، الامور دي كلها، فغيرنا الصرف، خط الصرف عملنا برضه عشان الامن والسلامه، خط للاطفاء موسير. في نفس الوقت برضه بنحافظ على اثاثه المكان. ده اكيد وده بالعكس انت بترد الشيء لاصله يعني. تمام. وكان المبنى يعني ايه، بتعمل درجه من درجات الترميم، هو طبعا ما هوش مبنى اثري لكن نظرا لانه مبنى قديم. تمام. فهو يعني يحمل الطابع الجميل بتاع زمان نفسه في انهم يوصلوا الى افضل ما يكون داخل كل كليه. فالاستعداد اختلف الى حد ما. تمام. حاجه تانية برضو في الاستعدادات بتاعت العام الجامعي، احنا عندنا البرامج بنسميها المميزه او الجديده، بنفضل ان احنا نقول عليها جديده مش المميزه. تمام. بتتميز بيها جامعه بنها انها برامج واقفه على رجليها من الدوره الاولى، احنا بقى لنا تقريبا ما يقارب العشر سنوات دخلنا في هذا المضمار ان عندنا برامج جديده في كليات مختلفه، لدرجه ان احد البرامج عندنا خد سكور لما بتعمل تقييم من المشروعات في وزاره التعليم العالي اعلى برنامج على مستوى الجمهوريه، واخد تقييم عالي جدا. تمام. فاحنا من هذا المنطلق عملنا يوم لمناقشه البرامج ديت، اهدافها، الطلبه المسجلين فيها ايه، مشاكل الطلبه المسجله فيها ايه، كيفيه التغلب على المشاكل دي. تمام. بحيث ان لو في عندي ممارسات جيده في بعض البرامج ننقلها ويحصل نوع من انواع العدوى الحسنه ما بين برنامج وبرنامج. الكلام ده يبقى ان شاء الله.